شخصيتي في سماش يعني لعبت أكثر من شخصية، لكن شخصيتي حالتي ديدي كونغ. صراحة أنا تعجبني الشخصيات السريعة موفمنت، بس برضه لازم تكون سوليد بالنسبة لي يعني. فديدي كونغ غطى المعايير ذي كلها بالنسبة لي، هو مستأنس فيه يعني صراحة. بديت يعني خلينا نقول من طفولتي وأنا ألعب الصراحة، من أيام ميلي 2005 يعني صدق. لكن خلينا نقول من ناحية كومبيتيتيف، من ناحية بطولات وأبغى أشد حيلي وكذا، بسماش فور يعني 2014 كذا. أكثر شخص ليون صراحة يعني، أظن كل أحد بالنسبة له بيجي بالمقابلة اليوم بيقول ليون يعني، فرصة ما تجينا واجد، فهمت؟ هو جواب جينيريك صراحة، لكن بوكيمون ستاديوم كذا سوليد، بلاتفورمين ما في بلاتفورم فوق يبعص الجو شوي. ما في، ماش خايف منه الصراحة يعني. اللي يجي يجي. للأمانة ما قاعد ألعب كثير هالأيام صراحة، وأظن كل أحد في الكوميونتي يعرف هالشيء. لكن لما تجينا فرص كذا يعني، لعيبة جاي من برا، بطولة كبيرة، كل أحد جاي شوي يعني يرجع لي الحماس، ودي أشوف الشباب، ودي ألعب، ودي أخش بجو البطولات. فهذا لعب دور كبير صراحة. وديزرت نايت من طبعا يعني بطولة تاريخية بالنسبة لنا، صعبة فوتها يعني. آخر مرة فوتها لأن صدق كنت مرة بيرنت أوت من اللعبة، لكن هالمرة يعني لا صدق ودي أشارك. والله ما شات واجد، لكن يمكن أكثر واحدة ممربل، أكثر واحدة قد شفتها وفكرت فيها، كان ماتش حقي مع تشاق في قطر. يعني تقريبا ودي أقول يعني كان أفضل لعب بالنسبة لي في أكبر ستيج، أكثر مجاهير، أكبر جمهور، ويعني ذكرى مرة حلوة بالنسبة لي. طبعا من خلينا نقول من ناحية لوكال، كثر ما تشاتي مع توكي، كثر ما تشاتي مع فاي، يعني صراحة واجد ما بقعد أعددها طول اليوم يعني صدق. إن شاء الله. صدق أنا ما ودي أقول إني جهزت كفاية، ودي أقول بس إني بلعب لعبي ونشوف إيش يصير، لكن أنا حاسس إني قدها إن شاء الله.